عمرها نحو 2700 عام، جداريات ومنحوتات ضخمة أنشئت في حقبة الحكم الآشوري، عثرت عليها سلطات إقليم كردستان، حيث دشنت المرحلة الأولى من حديقة أثرية وسط جبال دهوك الوعرة. وتعود الآثار المكتشفة في موقع فايدة الأثري إلى عهد الملك الآشوري سرجون الثاني وابنه سنحاريب، وجرى الاحتفاء بهذا الاكتشاف عبر حفل تدشين رسمي بحضور محافظ دهوك والسفير الإيطالي في العراق. وبحسب مديرية الآثار والتراث في دهوك التي قامت بالتنقيب عن الموقع بالتعاون مع إحدى الجامعات الإيطالية، فإن زيارة الموقع في الوقت الحالي ستقتصر على السياح والباحثين والمختصين. اليوم تم الإعلان عن افتتاح المرحلة الأولى من حديقة فايدة الأثرية الذي يعتبر جزء من أكبر حديقة آثار الذي سيتم بناؤه في محافظة دهوك. الموقع تم التنقيب فيها من قبل مديرية الآثار والتراث في محافظة دهوك مع جامعة أذن الإيطالية، والعثور على 13 منحوتات جدارية عليها نحت أو صور لسبعة آلهة آشورية بالإضافة إلى صورة الملك سنحاريب مرتين في الأمام وفي الخلف. ويضم الموقع الأثري الواقع جنوبي دهوك قناة ري بطول 10 كيلومترات.